يعني هذا اليوم كما ترى وكما نرى في خلفية الصورة، الحجيج ربما يعني قارب اليوم على الانتهاء، وكما يقول رب العزة بأنني سوف ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته ويقول هؤلاء عبادي جاءوني يستغفرون فقد غفرت لهم. وهذا الشعور بيشعره كل حاج من أصقاع الأرض هنا في عرفات. تعليقك وشعورك ونصائحك إلى الحجيج. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. أستاذ نشأت، هذا اليوم يسمى اليوم المشهود، يوم يجتمع فيه كل الحجاج الذين نابوا عن إخوانهم ليأتوا إلى هذا المكان. هذا اليوم هو يوم الاجتماع الأعظم، الاجتماع الأعظم مع الله رب العزة سبحانه وتعالى. في هذا اليوم يحدث شيء غريب، إذا كنا بنقول إن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فأقرب ما يكون الرب من عبده على جبل عرفات، لأنه يحدث شيء غريب، ينزل الله تبارك وتعالى من عليائه نزولا يليق بكماله إلى السماء الدنيا، معه كتائب الملائكة. هؤلاء العباد كما ذكرت حضرتك شعثا غبرا، يعني بالبساطة كده منكوش الشعر هدومهم في الصورة بالظبط بالظبط بالظبط، متخيل هيئتهم رثة، يعني الهيئة دي لو انت شفتها في بلدك تتأفف انك تجلس جنبه، لكنه لما جاء الى الله بهذه الهيئة متجردا، الله تبارك وتعالى يقول للملائكة هؤلاء عندي افضل من اي احد، هؤلاء عندي افضل منكم لانكم خلقتم على الطاعة وهم خلقوا على الطاعة والمعصية لكنهم جاءوني. ويكون البيان الختامي لهذا الاجتماع يا استاذ نشأت اشهدكم اني قد غفرت لهم. هذه هي الجائزة الكبرى للجميع، مفيش بعد من دي جائزة. تخيل ان انت بتبقى ربنا سبحانه وتعالى يسقط عنك كل ما عليك، يسقط عنك كل شيء. يجي حد يقول لي طب انا ذنوبي كثيرة، انا عملت كتير، فربنا سبحانه وتعالى يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت كقطر السماء او كرمل عالج. واللي بيتفرج علينا دلوقتي بقى دلوقتي بيقول يا بختكم انتوا موجودين على منسك عرفه، انت كمان قلبك معانا ولسانك لازم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكمان ربنا سبحانه وتعالى ما نساش اللي قاعد في بيته ومنع عذره انه ياتي او فقر او ضيق حاله، يقول له صم هذا اليوم يغفر الله تبارك وتعالى لك الذنب. عايز أقول لك كانوا مشايخنا بيقولوا لنا يا اولاد ربنا عايز يسامحنا، ربنا عايز يسامحنا، لابد ان احنا نروح له. في مشهد خطير يا استاذ نشهد، سيدنا موسى الكليم لم تسقط المطر في عهده، فذهب الناس يستسقون من سيدنا موسى، يعني يقولوا ادعي لنا ربنا ينزل لنا المطر. فكلم سيدنا موسى ربه ان ينزل المطر فلم ينزل المطر، فالناس راحوا له قالوا اولست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ولم ينزل المطر. فكلم سيدنا موسى ربه، فربنا سبحانه وتعالى قال له يا موسى بين هؤلاء العباد رجل عاصي، يعني الناس اللي واقفين دول بيدعوا ربنا بالمطر بينهم واحد عاصي، فمنعهم معصيته من نزول المطر. فسيدنا موسى خرج إليهم وقال منعكم المطر بينكم رجل عاصي. الرجل العاصي قال لو أنا خرجت في الوقت ده هتفضح، فقال ينزل. شوف الثقة واليقين خلاص. فالرجل قال أشهدك يا رب أنك لو سترتني هذا اليوم لن أعود إلى ذنبي أبدا. ما فيش لحظات المطر نزل، ما حدش خرج، المطر نزل. فخرج الناس لسيدنا موسى قالوا له نزل المطر ولم يخرج احد. فكلم سيدنا موسى ربه وقال له يا ربي لم يخرج احد ونزل المطر. قال له يا موسى تاب عبدي. قال له يا ربي ومن هو؟ قال يا موسى يطلب مني عبدي ان استره وافضحه. الله الله الله. في مشاهد النفحات يا استاذ نشأت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا جددوا النيه، انتوا جايين ليه؟ اللي موجود في مصر دلوقتي ولا موجود في اي مكان يقول لك انتوا ادعوا لنا ادعوا لنا، انتوا ربنا هينزل لسماء الدنيا ادعوا لنا، لانه طب ما هو ربنا موجود هناك. احسنت، لم تيازى لاهل عرفه في الدعاء الا اشهدكم اني قد غفرت لهم. اما الدعاء في مصر في ليبيا في المغرب في تونس في المانيا في اوروبا، الله تبارك وتعالى يتجلى على كل الناس. اللي جه عرفه ده لامتياز جديد بقى اللي هو مغفره الذنب خالص. ولذلك عايز اقول لك سر محو الذنب، محو الذنب، بس خد بالك الا ما تعلق بحقوق العباد. يعني الاموال وحقوق العباد. ما اروحش اسرق الناس واجي اقول خلاص انا حجيت، لا ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن كل الذنوب الا المتعلقه بالعباد.